الأرقام بتقلك. الأرقام بتقلك إنه بحسب دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أكثر من ثلث النساء يلي قتلوا عمداً خلال العامين الماضيين قتلوا على يد شريك حالي أو سابق، وأنه هناك 137 امرأة تقتل على أيدي أفراد عائلاتهم كل يوم ببلدان العالم المختلفة. والأرقام بتقلك أنه كشفت دراسة بريطانية أنه الإنسان معرض لابتلاع أكثر من 100 قطعة بلاستيك صغيرة مع كل وجبة رئيسية بيتناولها، يلي بتدخل بالغبار المنزلي من المفروشات الناعمة والأقمشة الاصطناعية. واستنتجت الدراسة أنه الشخص العادي بيبتلع حوالي 68 ألف من الألياف البلاستيكية الخطرة سنوياً من خلال الجلوس لتناول الطعام.